السلام عليكم. نبداو الكور ديال الاناليز فينونسيير. الاناليز فينونسيير كيما كايناش هي كا اون ديسيبلين اللي هي كبيره في دي زونسومبل دي ديسيبلين اخرين. الا قلنا الاناليز فينونسيير ولا بد من ندويو على الدياغنوستيك. الاناليز فينونسيير هي واحد المجموعه ديال لي ريفليكسيون دي طرافو. هادوك لي طرافو كيمكنونا ان الشركه كنعرفو ليطا ديالها, كنعرفو ليطا بالضبط ليطا سونتي ديالها. اما الدياغنوستيك هو مجموعه ديال لي تريتمون ماتيماتيك, عباره يا اما كيكونوا بيلون سي بي سي. هاد المجموعه هادو هما اللي كنخدموا بها في الاناليز فينانسيير. اذا نقدروا نمثلوا الاناليز فينانسيير بحال واحد لو كور. هذاك لو كور مالو؟ هذاك لو كور اللي كيكون ان كور ديال النون ياك. لو كور ديال لون كيتكون من دي زورغان. هادوك لي زورغان غاديين بواحد لو نير في المخ. نقدروا نقولوا ان كل ديسفونكسيونمون ديال هذاك لورغان دياغنوستيك كيمشي للسونتر. هذاك السونتر المخ اللي كنسميوه حنا السيرفو هو الاناليز فينونسيير. اذا لو بغينا نقولوا الدياغنوستيك هي لاكسيون اللي كتيدونتيفي لو ديسفونكسيونمون اترافير دي سيمبتوم اي دي روبور. الى كان الجسم انفيكتي كيصيفط لنا السخانه. اذا حتى هاد الدياغنوستيك ملي كيكون شي مشكل في الداخل ديال الشركه ديال اون انتربريز, كيكون شي مشكل كيصيفط لنا علامات باش نديرو شي اجراء. اكزومبل, عندنا واحد لونتربريز وعندنا فيها عندنا اون انتربريز, وهذيك لونتربريز فيها مثلا لي زاكتيفيتي و لي ريزولتا. ديما حنا كنخدمو كنشوفو لي زاكتيفيتي و لي ريزولتا. فهذه زاكتيفيتي و لي ريزولتا, الا كان مثلا عندنا شيفر دافير مثلا مهود, هذا راه دياغنوستيك كيكون عندنا كتخرج لنا ريزولتا نيجاتيف. اذا هذا كيأثر على ليطا دو سونتي ديال لونتربريز ولا لا بيرفورمانس. اون انتربريز بيرفورمانس هي بيرفورمانت ديزولي, هي اون انتربريز اللي كتكون عندها جميع كتكون بيرفورمانس, كيكون عندها هذوك لاكتيفيتي ولا ريزولتا كيكونوا بوزيتيف. هنا غادي ندوزو هاد لا فاز انتروداكسيون. غندخلو ندويو على شكون هما اللي كيهتموا بالاناليز فينانسيير. الا جينا نشوفوا شكون اللي كيهتموا بالاناليز فينانسيير, القاو لي ديريجون اللي هما المسيرين لي زاكسيونير, اصحاب رؤوس الاموال. عن طريق لي زاكسيونير كيكونوا معروفين عن طريق اشنو؟ كيكونوا معروفين عن طريق الديفيدون اللي كيخرج ليا. غادي نحسبوه في واحد المرحله. لي كريون سي لي بريتور هما الفورنيسور, لي فورنيسور واصحاب لي دات هما كيكونوا مهتمين داكشي. ولي سالاري عندنا لي سالاري اللي ما كانش اونتربريز بيرفورمانس, كيكون واحد ديفايونس كيقدر لي سالاري كيقدروا ياكلوا عصا, كيكونوا ان كيكون عندهم واحد المشكل انهم ما كيتخلصوش. والسالاري في نفس الوقت هما دي بينيفيس بور لاكسيونير, وهما يقدروا هما يشريو لي زاكسيون اللي في داخل الشركه. اذا كيهتموا بهم. ندخلوا السيكل ديال لونتربريز. كاينين ثلاثه معروفين, ليكسبلوطاسيون انفستيسمون فينونسمون. هادو كيكونوا معروفين ديكسبلوطاسيون هي ملي كندير بيان سيرفيس, لانفستيسمون هو ملي كندير واحد كنستثمر شي حاجه بحال لي بيان ديكيبمون كنجيبو داكشي. و سيكل دو فينونسمون, السيكل فينونسمون هو ملي كيكون عندي شنو كيكون عندي كنفينونسي بالفلوس كابيتال اللي كان على حسب لون تيرم ولا كور تيرم. ما بين لي ديرماركس اللي كيكونوا في لونتربريز ديال الاناليز فينونسيير كتكون هي لا كوليكت دانفورماسيون, هي اللي غنشوفو ملي غنجيبو البيلون سي بي سي. المرحلة الثانية كتكون عندي الاناليز. ملي كتكون عندي الاناليز كندير لي روتريتمون. لي روتريتمون غادي نشوفهم كيفاش كيتخرجوا في هاد الحصة. الثانية كنختارو لي زوتي اللي عندنا. لي زوتي اللي عندنا هما لي سون ديتا جيستيون, كيكون فيهم اشنو تي اف ار, وكيكون فيهم كاباسيتي دوتو فينونسمون. تما هادو غنحسبوهم, هادو كلهم كيدخلوا في لو دياغنوستيك, اون بارتي دياغنوستيك.
اخر حاجه كنديرو هو كنشدو هادوك اللي هادوك الشيء اللي خرجنا كنديرو طرافو دو سانتيز هو اننا كناناليزيو ليطا ديال لونتربريز ومنا كنقول واش هاد لونتربريز بيرفورمانت ولا لا. ما بين الحوايج اللي كتكون مهمه في لونتربريز هي مثلا لا ليكيديتي ولا سولفابيليتي. لا ليكيديتي ولا سولفابيليتي هادو كيكونوا بحال كندخلوهم في الاجراءات ديال لوبجيكتيف ديال الدياغنوستيك، لان مثلا ليكيديتي خاصها تكون عند لونتربريز باش دير فاس فير فاس على شيونس. الا عندك سولفابيليتي يعني سولفابيليتي ديال لونتربريز انها فير فاس او زونغاجمون كا دو ليكيداسيون، ملي كتكون دي ليكيداسيون خاصها تكون عندي لا سولفابيليتي. الرونتابيليتي هي ملي كنجيري كنديرو لا ميزور ديال الجيرونس ديال في ال يعني لا فالور اجوتي في لاكتيفيتي. ولا انتردبوندونس هي ملي كتكون اون انتربريز اوتونوم. نبداو اذا دوينا على لي زوتي. ملي دوينا على لي زوتي غادي ندويو غندويو على اول حاجه اللي هي السي بي سي. سي بي سي بحالو بحال البيرون حتى هو جزء من البيرون. علاش؟ لان فيه لي برودوي اي لي شارج ياك لي برودوي لي شارج. كنجيو لا كلاس 6 ولا كلاس 7 ياك اش كنلقاو؟ كنلقاو لي شارج ديكسبلوطاسيون. هنا شارج ديكسبلوطاسيون اشد ماتيغ فورنيتير صافي كنتا كتقرا غادي كتشوف لي شارج ديكسبلوطاسيون شارج فينونسي و شارج نون كور. اذا عندنا ديما ليكسبلوطاسيون فينونسي نون كور بالنسبة لهادو. هنا اش كتلقى؟ إلا لقينا هنا الشارج هنا كنلقاو برودوي لي برودوي ديكسبلوطاسيون فينونسيير نون كور نتاعهم نفس الطريقة. نبداو غادي ندويو على الدياغنوستيك اللي كيكون عندنا مهم حوايج كيكون عندنا. غادي نخدم على اولا على الروتريتمون ياك. غندوي ثانيا ناس غادي نخرج تي اف ار وثالثا علاش غندوي نخرج تي اف ار ياك. ثالثا غندوي على كاباسيتي دو تو فينونسمون. واخر حاجه عندنا في هاد الربعه غادي ندوي على الراسيو ام ارج طو دو كرواسونس. هادشي كلشي غنديروه في التمرين غنخرجوه دابا. على بركة الله إلى جينا هنا وقلنا لي روتريتمون. لي روتريتمون عندنا ربعة ربعة تاع لي روتريتمون. اولا ريدوفونس دو كريدي ريدوفونس دو كريدي بال. ريدوفونس اشنو كريدي بال؟ كريدي بال هو ملي كنشد شي حاجه كنكريها. ملي كنكريها كتسمى ريدوفونس دو كريدي بال. هذا الروتريتمون ديالو كي كيدار كنجيو كندير واحد الطابلو اللي هو هكا
ياك انا كيكون اللي لي بالي ما عليناش كتكون ان ان موان زان كنشدو في الاكزرسيس كنشدو في الاكزرسيس الاكزرسيس مثلا بحال هذا ياك الاكزرسيس بحال هذا ملي كنشدو كنجي كنقول عندي هاد الاكزرسيس كنجي لهنا في الزانفو ديالي كنشوف كنلقى هنا مثلا ها هي اوتر شارج اكسترن كومبرين كومبرين هاد لي رو دوفون سي كريدي بايل ها هما مثلا 7000 7000 درهم كديرهم مثلا ديال رو دوفون سي كريدي بايل ياك هادو غنشدوهم كنشوف لي دوني هما ديما كيعطيونا هادو وهادو باش غنخدمو اذا هنا ريدوفونس كريدي باي ريدوفونس كريدي باي ريدوفونس كريدي باي غادي نشدوهم غادي نشدو غنشدو غنمشيو للسي بي سي السي بي سي يعني هنا اوت شارج اكسترن غتقلبو عليها هادوك اوت شارج اكسترن ملي غنشدو غادي نقول هادو غادي ناخدو من السي بي سي ياك وغنقص منهم ريديفونس كريدي باي ريديفونس كريدي باي هما غيقول لك مثلا دون مثلا 900 درهم دو ريديفونس كريدي باي دي هذيك غادي تشد هذيك المونطو غتحط هنا هاد السي بي سي غتمشي تقرا في السي بي سي تلقى اوت شارج اكسترن غتحطو هنا نقص منهم ريديفونس كريدي باي هو الاصم اللي عندك نعتبروا ان هنا عندي مثلا حسب التمرين نيت شحال قلت عندي 7000 ياك وهنا هنا غتاخد اوتشارج اكستر غتشدهم وتنقصهم ملي غتقصهم شنو يعطيوك غيعطيوك اوتشارج اكستر ولكن ابخي روتريتمون روتريتمون بالضبط شنو هو روتريتمون هو ملي كتشد سي بي سي وكيكونوا عاطينك الشركه بحال كدير لي الاصلاح هذاك الاصلاح هما دوك لي دوني اللي كيتزادوك كتشدهم وكدير الاصلاح ديالو اذا مثلا غتخرج لك واحد لاصوم هنا غتخرج واحد لاصوم هنا حتى الان متفقين غادي تجي ملي غتنقص الريديفونس كريدي باي غتمشي للدوتاسيون ديكسبلوطاسيون غادي تقلب عاوتاني دوتاسيون ديكسبلوطاسيون ملي غاتشد دوتاسيون ديكسبلوطاسيون غتلقاها حتى هي في السي بي سي على حسب بعدها دوتاسيون ديكسبلوطاسيون كتكون مفرقه خاصك تشدو تجمعها كتلقى بزاف من انواع تاع دوتاسيون ديكس وكتشدو تجمعهم خاصك تجمعهم وتحطهم هنا ياك اش غادي دير هذه هي الخطوه اللي جايه غتشدهم وغتجمعهم غتجمعهم معاش غادي تجمعهم مع امورتيسمون دي بيان لوي اشنو هو لامورتيسمون دي بيان لوي لامورتيسمون دي بيان لوي غادي تشوف تما كاينه في السؤال بحال هادوك اللي وريتهم قبيله غادي يقولوا لك غادي يقول لك مثلا هذاك الفييكل اللي كرينا كيدير 25000 درهم غادي تشدو وواحد الديوري ديال مثلا ديال 4 سنين غادي تشد ها هي هنا غتشد المونطون وتقسمو على مثلا 4 سنين الا كتعدي مثلا 4 سنين اكزومبل على مثال على حسب تكون 5 سنين 6 سنين على حسب شدك كتشدهم وكتقسمهم ملي كتقسمو كتحطو هنا وتحطو هنا عاوتاني بنفس الطريقه ياك هنايا لاصوم ديال هاد الجوج هادي كتسمى دوتاسيون ديكسبلواتاسيون بعد الاصلاح ابخي روتريتمون صافي كتشدهم كتلقى عطيني واحد لاصوم اللي كتهودها ديما ديما تعقل ملي كتلقى ديك سبلوطاسيون كتقول درت ليكسبلوطاسيون اش باقي لي باقي لي الفينونسي اذا ولكن الفينونسي اش غتاخد ما تاخدش لي دوطاسيون غتاخد شارج فينونسي اللي عندك تا هما فين في السي بي سي نفس الطريقه
ياك ملي غاتشي تشارج فين وتحطهم في السي بي سي ياك، اش غادي دير؟ غتزيد عليهم انتيري سور شارج فينونسيير، انتيري سور شارج فينونسيير. لي زانتيري دو شارج فينونسي كتحسبهم هكا، كتشد اش شديت؟ كنشد بالضبط، كنشد ريدافونس كريدي باي فين خدم، فين حاخدين على ريدافونس كريدي باي هو هذا، كتشدو هنا. اش كتنقص منه بالضبط؟ كتنقص منه لامورتيزمون. فين درنا حنا لامورتيزمون؟ لامورتيزمون ها، لامورتيزمون، لامورتيزمون اللي عندنا هنا هاهي، امورتيزمون هاي. كتخرج لك واحد الصوم هنا، ياك ملي كتشد شارج فين هذا وهذا، كتشدهم وكتجمعهم، اش كيعطيك؟ كيعطيك لي شارج فينونسي ابخي روتريتمون. عطيني شارج ار تي روتريتمون. شي كنلاحظوا ان اللي حاجه اللي شديناها نقصنا منه سميتو، راه هي اللي كتعطينا في الريزولت، لان وقع لها الاصلاح. هذا هو البرينسيپ. الا حيدنا من ريدوفونس كريدي باي اللي هو الاول، اش باقي لينا؟ اذا هذا هو النيميرو ان. الثاني اللي هو بالضبط نقدر نقوله هو الترانسفير دي شارج. ترانسفير دو شارج ساهل حتى هو. كتجي دير طابلو نفس القاعده، كنشدو كندير، كنمشي للسي بي سي عاوتاني، كناخد ريبريز ديكسبلوطاسيون ياك، ترانسفير دو شارج، ترانسفير. هادي اللي مكتفهمش كلش، كتبغي تفهم دغيا. الا شدينا ريبريز ديكسبلوزا ترانسفير دو شارج، انا باغي ترانسفير دو شارج، غنشدو نقص منو ترانسفير دو شارج. ياك شديتو نقص منو ترانسفير دو شارج، يعني تساوي شنو؟ الا شدينا الريبريز اكسبو ترانسفير دو شارج هو كونط فيه جوج، ودرنا ريتريتمون، الا كان مثلا عندي كيدير 100 درهم، كي ترانسفير دو شارج كدير غير درهم وحيدناها، يعني هنا حسب لي كونط اش بقى ليا؟ بقات ليا الريبريز ديكسبلوطاسيون، ترانسفير دو شارج مشات. هذا هو سميتو، هذا راك تاخدو من السي بي سي. وترانسفير دو شارج كيقولك في التمرين ترانسفير دو شارج اي دو، كيقولك دون مثلا 1880 ولا 1930 على حسب ما بغيتي، كيقولك دو ترانسفير دو شارج، كتشدو كتنقصو ياك، كتشدو وكتنقصو. ملي كتنقصو كتجي كيقولك هما في لابارتي التانية ديال التمرين في التكمال، ملي كتقرا هداك السطر كامل اش كتلقى؟ كتقرا كيقول لك سويفون هذاك الشيء اللي ترانسفير دو شارج اللي خدينا منه، داك الشيء سويفون بواحد الكونط. ها هي غنوريها لك، هي هادي هي اللي كنشد، ها هو ياك. كيقول لك ترانسفير دو شارج، لا ماشي بنفس الحال. ها هي مثلا هنا شا كيقول ترانسفير دو شارج ديال هاد لاصوم هادي، ولا قال لي
ليغور دامبيتاسيون فيما تلقى امبيتاسيون عارف هو الكونتين اللي غيتنقص منه ترونسفير دو شارج. الامبيتاسيون ديال اش ديال شارج دو بيرسونيل تقدر تكون اشاد مارشانديز على حسب اش قالوا لك هنا. هذاك كنشدو ياك كنجي لهنا كنرجع عاوتاني فين كنت ياك كنشوف كندير غادي نمس التكمله ديال هنا كنشدو هنا وكنقول اشنو كنقول هذاك الكونت اللي لقينا لامبوتاسيون كنديرو كونت امبوتي ماشي بالضبط هاد كونت امبوتي راه ماشي هي انا وريتكم هادي كونت امبوتي خصها تكون تقدر تكون مثلا قبيل في هذا السؤال قناه شارج بيرسونيل باغ تكون اشاد مارشانديز ولكن ما تكتبش لي كونت امبوتي تكتب اشاد مارشانديز ولا شارج بيرسونيل ولا هذا غتنقص منه شنو غتنقص منه ترونسفير دو شارج ياك اش يعطيني غادي يعطيني هذا الكونت امبوتي ياك ولكن شنو ابخي رو تريد صافي هادشي اللي كاين في التالي. المرحله الثالثه هي شارج بيرسونيل اكستيريور. شارج بيرسونيل اكستيريور بالضبط هو ملي كتكون عندك شركه وكيكون عندك ديزاجون اكستيريور في الكونطابيليتي ما كنحسبو ما كندخلوش اذا هنا خصني ندخلو باش نحسب كاع عليه شارج. وهذا في الكونطابيليتي هذا هو الفرق. الكونطابيليتي جينيرال الكونطابيليتي كتعطينا واحد ايرونوند علاش لان الكونطابيليتي كتخدم على جوج حوايج كاينين جوج انواع يا اما كنخدمها بالنسبه لي زامبو هي اللي كنقولوا حنا كن اوغمونتيو لي شارج ونزلو لي برودوي اولا العكس كنديروا العكس الا درنا العكس بالنسبه لي زاكسيون لي زاكسيون كيبغوا داكشي ناد لحد في القلب. عاوتاني كاينه حاجه اخرى عاوتاني هي كتبقى عندنا مثلا سوبونسيون ديكسبلوطاسيون هذاك النوع كيكون انك مثلا لامورتيسمون باش نبيع لي زاكسيونير راني امورتيس ب راني ربحت الا شديت لامورتيسمون مثلا ديال الفييكول وقسمته على عده سنوات ما كيبانش عندي في البينيفيس كيكون كبير. اما الا شديت ودخلت هذيك الفييكول كلها لاصوم ديالها في عام واحد كتنقص ليا من البينيفيس. هادو هما الاجراءات اللي كنديرو حنا في كنخدمو بهم. ما عليناش نرجعو شارج دو بيرسونيل اكستيريور هي النيميرو 3 شارج اكستيريور ياك شارج بيرسونيل اكستيريور نفس كنديرو نفس الطابلو عاوتاني نفس الطريقة ان منزل ياك اش كندير كنجي الاوتر شارج اكسترن ولكن هنا فين تحضر ماشي من السي بي سي. علاش ماشي من السي بي سي؟ كتشوف الا خدمتي باوتر شارج اكسترن في غودوفونس كريدي بايل هو الاول وتخدم به خاصك تاخذ لي ابخي غو تريتمون. الا كانت اول مره غتخدم بالشارج هاد اوتر شارج اكسترن غتخدم بها اول مره كتاخذو من السي بي سي. ما كان الا كنتي خادم به قبل كتشدو كتعاود هذاك ابخي غو تريتمون. الا جينا هنا غادي نقولو ها هو هنا هادشي خدمنا به اذا ابخي غو تريتمون ان اذا هنا غنشد اوتر شارج اكسترن ابخي رو تريتمون نيميرو ان. اش غندير نقصو من ناش نقصو من فخي دو بيرسونيل اكستيريور ها هو هادوك لي فري ديال لي هادو البيرسونيل اللي خارج الشركه كنقصوه من اوتر شارج اكسترن لان كنكون حاطو انا كنكون نريحو قبل في اوتر شارج اكسترن بيرسو اكستيريور ياك ولا لا ياك ملي كنشدو اش كندير كنعيطو سهل كيعطيني اوتر شارج فخي دو بيرسونيل اكستيريور تا هو دون ليكزيرسيس ها هي دون ليكزيرسيس كيتعطى
هنا هذه اوتر شارج اكسترن كتاخذوا من روتريت مو ان شي تقريبا هادشي كامل اللي سميتو كلهم كيتخادو من ليكزيرسيس بيرسون اكس كيقول لكم واش دونك كيقول دون فري دو بيرسون اكستيريور كوت لا سوم ديال هذاك الشيء ما عليناش اوتر شارج اكسترن كنديرو اوتر شارج تخرج ديال اوتر شارج اكسترن ابري روتريتمون نيميرو 2 كيخرج ليا هنا انا زاحم لي التمرين ماشي مشكل ما عليناش كنجيو للخطوه الثانيه هو داك فريد بيرسونيل اكستيريور غادي نزيدو غنزيدو علاش غنزيدو شارج دو بيرسونيل ها هو الكود غندير شارج دو بيرسونيل كناخدو مناش كناخدو من السي بي سي ياك وغنزيد عليه ياك غنزيد عليه شنو غنزيد عليه فخد بيرسونيل اكستيريور هذا هو السهل فيهم فخد بيرسونيل اكستيريور كنديرو التساوي هذا زائد هذا غيعطيني عطيني شارج دو بيرسونيل ابخي هو تخيطمون نفس التون شارج بيرسونيل ابري ريتريت صافي باين نجيو الرقم 4 نكتبوه هنا احسن شوف لي شنو كاتب ياك الرابعة هي شنو هي هي سيبونسيون ديكسبلوطاسيون هي سيبونسيون جاية كندير في فونكسيون ديكسبلوطاسيون كنشدو طابلو نفس الطريقة ياك كنجيو هنا اش كنديرو كنديرو فون دو مارشانديز غادي هنا ندير واحد السطير صغير مقطع لان هذا في الحساب ما كيتحسبش عا كنحطو اش غادي نزيد عليه فون دو بيان اي سيرفيس هادو بجوج من السي بي سي وهذا تا هو من السي بي سي كنحطو هنا حيت عندي راني ان و ان موان زد ديما كنحط مونطون هنا مونطون هنا غنزيد عليه سيفونسيون ديكسبلوطاسيون غادي يقول لي شحال هما ياك اش عطيني فون دو بيان سيرفيس بيان اي سيرفيس ابخي غوتخيتمون هادو هما لي غوتخيتمون بربعه